السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل المهلبية بطريقة جديدة وسهلة جدا، هتخليكم تغيروا مفهومكم تماما عن المهلبية، والطعم بصراحة ولا أروع من كده، ويعني بودنج كده في نفسه، جميلة 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 يعني. تمام، ومقاديرها كلها موجودة في البيت، لأن مهلبية يعني نشا وحليب. تمام، كل المقادير موجودة عندكم في البيت، وإن شاء الله مش هتشتروا حاجة من بره. أهم حاجة لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي منى، يا ريت تدعموني باشتراك أو سبسكرايب وتعملوا لايك لكل فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على المقادير. عندي كوبايتين من الحليب ومعلقتين من النشا وأربع معالق من الدقيق، وعليهم 3 معالق من السكر ومعلقة زبدة ومعلقتين من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه يعني اختياري، عايزين تجيبوه ماشي، مش عايزين خلاص ما فيش اي مشكلة. المهم هننزل بكوبايتين الحليب، انا مقللة الكمية، ممكن تزودوا ضعف الكمية مرتين وثلاثة واربعة عادي، انا عاملاها عشان هعمل كذا طعم. المهم نزلت بالحليب بكوبايتين الحليب وعليهم 3 معالق السكر، وهنزل بال4 معالق من الدقيق ومعلقتين النشا. عندي النشا نفس حجم الحليب، يعني دي معلقة كل كوباية حليب معلقة نشا، انا عاملة كوبايتين حليب فعليهم 2 معلقة نشا، انما الدقيق ضعف الكمية يعني 4، يعني على كل كوباية حليب 2 دقيق، وانا عاملة كوبايتين حليب يبقى 4 كوبايات دقيق و2 نشا زيهم. هنقلبهم كده على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار لحد ما انتوا زي ما انتوا شايفين الخليط بتاعي يمسك كده زي ما انتوا شايفين. هقلبهم كده زي ما انتوا شايفين شوية، اول ما هيمسك هننزل بمعلقة الزبدة. تمام كده، كل ده احنا خلاص شلنا الخليط من على البوتاجاز، لان خلاص الزبدة هتسيح مع الخليط لان هو سخن، فهو هيسيحها ما تقلقوش. هنقلب فيها كده شوية لحد ما تسيح، وهننزل بمعلقة فانيليا، ممكن فانيليا سايلة وممكن بودر، ما فيش اي مشكلة. هنقلبهم سوا كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده، اول ما الزبده تسيح معايا هنزل بمعلقتين الكريم شانتيه. ننزل بيهم ونقلب، وهنعاوم كمان بالهاند بلندر. لو ما عندكيش كريم شانتيه ممكن نستغنى عنه، مفيش اي مشكله عادي خالص. بعد ما قلبت الخليط زي ما انتم شايفين هنزل بقى بالهاند بلندر ونعم يا معلم. ما عندكوش هاند بلندر بالمضرب اليدوي وقلبوا شوية وخلاص عادي. تمام كده، شايفين قوام الخليط معايا عامل ازاي؟ هو ده المطلوب. الكاسات بتاعتي بقى وانزل بالخليط. تمام، شايفين ناعم ازاي؟ الله عليه، شايفين نزل ازاي في الكاسات؟ انا مش مالية الكاسات قوي لان لسه هحط طبقة تانية هتشوفوها دلوقتي، هزينها من فوق، مش هخليها بس ابيض بس، هتشوفوا دلوقتي نهزها كده عشان نسوي الجوانب وكل حاجة.
تمام. ندخل بقى على المرحلة التانية، نفس الخطوات بالظبط، وهنحط الزبدة من بعد بقى الزبدة نفس الخطوات الأولى. تمام، يعني هننزل بالحليب برضو بنفس الكمية اللي هو 2 كوباية حليب وعليهم 2 معلقة نشا و4 معالق من الدقيق ومعلقة زبدة ومعلقة فانيليا صغيرة، وهنزل بقى في المرحلة دي ب2 معلقة من الكاكاو البودرة كاكاو خام. تمام، هقلبهم. لو عندك شوكولاتة ممكن تنزلي بيها، مفيش اي مشكلة، يا اما شوكولاتة يا اما كاكاو، مفيش اي مشاكل. ونقلبهم كده زي ما انتم شايفين. ندوب كل حاجة في بعض، وبرده بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده، يعني هضربهم شويه بالهاند بلندر عشان الخليط بتاعي يبقى ناعم قوي. على فكره على البوتاجاز مش هتاخد منك 5 دقايق اصلا، هي يعني مش هتاخدهم، هي 2 دقيقتين وهتلاقيها ربطت معاك. ونزلت هنا كمان ب2 معلقة من الكريم شانتيه، ممكن نستغنى عنهم وما نحطش خالص، عادي خالص. لو لقيتها بقت يابسه شويه علشان في حطينا اسمه ايه معايا، قولوا معايا كاكاو وكمان كريم شانتيه، ممكن تنزلوا بمعلقه حليب هتسيلكوا الدنيا. انا ما نزلتش، انا سايباها كده قوامها تقيل. شايفين بقى انا بنزل، انا لخبطت الدنيا شويه وانا بنزل، بس عادي هنمسح اللي حصل ده زي ما انتم شايفين. برضو هنهزها كده عشان نسويها، وده دي كده المرحله الثانيه. المرحله الثالثه بقى هنزل هكرمل سكر، 1 كوباية سكر او 1 كوباية إلا ربع سكر في حلة ستيل، اي حاجة ستيل عندك، يعني بلاش تكون اي حاجة مطلية علشان السكر ما يخليهاش تقشر معاكي وتبوظ. المهم في ستيل، وهسيبها كده ههد عليها لحد ما يتكرمل السكر، نشوف الجوانب اتكرملت زي ما انتم شايفين. هقلب بقى بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين لحد ما يبقى خلاص معايا سائل خالص، السكر يسيل خالص ويبقى سائل يعني. هنقلب، وبعد كده بقى هنزل بمعلقه من الزبده زي ما انتم شايفين، ونقلب برده. شايفين نفس الخليط اللي انا عملته، يعني 2 كوباية برده حليب عليهم شوف انا بعيد كل شويه، عليهم 4 معالق من الدقيق و2 معلقة من النشا و قولوا معايا وبرده الفانيليا والسكر 3 معالق، وهنزل بيهم. انا تقريبا عدت المرحله دي تاني بتاعه الزبده، مفيش مشكله. المهم هنزل بيهم زي ما قلت لكم، بعد ما هندوب الزبده هنزل بالحليب والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي اللي انا مدوبه فيه النشا والدقيق، هنزل بيهم على الخليط ده زي ما انتم شايفين، هيكتل معايا وهيفك، هيبقى ما شاء الله. شوفوا بقى شايفين شكله عمل ازاي، اتلخبط خالص، هنظبطه الوقت ما تقلقوش. قلب بقى يا معلم، كل حاجة هتدوب معايا وهتبقى ما شاء الله. هنفك بس فيها شوية كده، هنقعد نقلب فيها لحد ما الدنيا كلها تفك معايا. قوم معايا الوقت، هشوفوا الوقت هو سايل ازاي، هتلاقوا الوقت ما شاء الله مسك في بعضه وبقى مهلبية، يعني تحفة. المهلبية بالكراميل تحفة، طعمها جميل قوي زي ما انتم شايفين. شايفين الخليط معايا بقى تقيل ازاي وجميل. نرجع بقى نصب بقى في الكوبايات بتاعتنا. هنسيب شويه هزين بيهم اللي هو بالشوكليت، هتشوفوا شايفين بقى. بصوا بقى دي الشوكولاته اهي، هنزل عليها بالكراميل
هزينها يبقى نصين. تمام، دي اول واحده، وبقيه الشوكولاته هنزل بيها على اللي هو المهلبيه البيضه. يعني شايفين ده هتلاقوه من نصين، هتشوفوا دلوقتي. المهم من فوق سبرينكلز او شوكولاته مبشوره، اي حاجه عندك مفيش مشاكل. على فكره كل كوب من ده نصين، هتشوفوا دلوقتي. شايفين شايفين، اصبروا اهو، نص كراميل ونص شوكليت، هنا نص بالفانيليا ابيض ونص شوكليت برضو، ودي العكس عكستهم. وده من تحت نص كراميل ومن فوق شويه شوكليت زينتها بيها، تحفه تحفه تحفه. شوفوا بقى وانا بطلعها، هي كانت لسه ما جمدتش، يعني يا دوبك بس لسه حطاها. شايفين هي الوقت سايله، بس هتتفرجوا عليها برضو اما تجمد. شايفين الله، ناعمه قوي وطعمها بيجنن. ودي برضو كانت لسه برضو ما جمدتش، كل دول كانوا لسه، هتتفرجوا دلوقتي بعد ما جمدت هتبقى ماسكه ازاي وحلو. هي برضو تحفه كده، بس هي عايزه تتحط شويه في التلاجة. حطها مثلا قولوا ساعتين في التلاجة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. شايفين ناعمة ازاي؟ شوفوا بقى دلوقتي بعد ما جمدت حطيتها في التلاجة، شوفوا بقى، شوفوا طالعة ازاي معايا، متماسكة وتحفة. شايفين شايفين قوامها ماسكة وتحفة. عايزين تاكلوها قبل ما تتحط في التلاجة، بس هتبقى لسه سخنة. عايزين تحطها شوية هتبقى لسه، يعني لو عايزينها اللي هي سايلة كده، مش اي مشاكل في كلتا الحالات. اهم حاجة لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تدعموني باشتراك او سبسكرايب، وتعملوا لايك لكل فيديوهاتي، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.